معكم وياكم عبوزي من قناة عبوزي جيمز. اليوم وياكم بلعبة حانستر الجزء الثاني. قبل لا تنسون اللايك واشتراك وتفعيل جرس التنبيهات وتوصلون للمية مشتركة ونطلب شهر الثامن نوصل شي تمون نوصل 100 مشترك. ويلا شباب وسأشكركم مرة ثالثة يمكن أو الرابعة ما في على 58 وإن شاء الله نطلب 60 مشترك وأقرب وقت إن شاء الله تطببون 60 مشترك وأكون أني وأنا أشكركم على كل شيء لأنه يعني كنت كبرون بس وصلون 50 مشترك أنتوا مو وصلتوا وصلتوا 55 مشترك حنطلب 60 مشترك أصلا بهاي رمضان يعني زيدتوا 20-30 مشترك. والله أشكركم عليها كلش والله أنتوا قدها بكفو تستاهلون أكثر من الفيديوهات وإن شاء الله تطببوني 60 مشترك يا أساطير يا ملك الأساطير أنتوا سيكونوا أكثر جيش أساطير جيش أساطير. يلا يا شباب خلينا نبدي المرحلة الأولى يعني مرحلة التاسعة. يلا بابي مرينا بوكي ماوسي لازم حط لي شيء كله بوابي بسرعة ماكو لا لا بواب ولا أي شيء صار استكشاف هسي تشوفني لبني اخو كل شي بدون تشوفني لبنت ينبع بس من اسبع اوه كاميرات
دور نروح مرحلة وراها ريما Thank you.
سوينا كل المهمات. يلا شباب 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 نروح المرحلة اللي وراها. بس شباب يعني اكو مراحل صعبة كلش. سريع من معي ناخذ الشريط طف هذا شو سوى بعد سوي هيك Boogie wants to see runs through to kill. شباب هذا روح اسلام نشوف اسرار فينو استخان عفنا من روح ان شاء الله. شباب فزنا اخيرا يلا شباب نبقى نروح المرحلة اللي وراها. شباب المرحلة ال16 بقى معروف الكاميرا من اول والله كاميرات بزيت هذا من هنا لا ما نقدر. حتى نعبو
بس اتوقع اخر مرحلة اتوقع اني شي عفني عادي يخافون في اخر مرحلة طفوي مشترك ان شاء الله شباب واشكركم على مرة ثانية اشكركم على 58